مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ توفيق الحميدي، وهو المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام للحقوق والحريات. السلام عليكم، مساك الله بالخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم. أستاذ توفيق، ونحن نتحدث عن اليوم العالمي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما الذي يستحضرك ونحن نتحدث عن هذا اليوم وما آلت إليه الأوضاع في بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في 21 من سبتمبر من العام 2014؟ في بداية الأمر أنا أهيئ اليوم العاملين في مجال حقوق الإنسان على كافة التراب اليمنية، والذين يبذلون جهودا جبارة من أجل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات وكشف الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان داخل اليمن، وحولت القضية اليمنية من حرب منسية إلى قضية حاضرة في وسائل الإعلام وفي أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. نعم. حقيقة في مثل هذا اليوم يستحضر الإنسان حجم الفاجعة التي أصابت حقوق الإنسان في اليمن على مدار 5 أو 6 سنوات، والتي بدأت فعليا بسقوط العاصمة صنعاء على يد ميليشيا جماعة الحوثي، وبدأت بانتهاك الحق السياسي لليمنيين المتمثل في مؤسساته الدستورية وحقه في اختيار حاكمه إلى غير ذلك من هذه الانتهاكات المنصوص عليها سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 أو العهد الدولي للحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية على حد سواء. باختصار، بعد 6 سنوات نستطيع أن نقول أن كافة الحقوق التي ضمنتها مواثيق واتفاقيات وإعلانات من قبل الأمم المتحدة انتهكت على الأراضي اليمنية، وإن كانت جماعة الحوثي تأتي في مقدمة هذه الانتهاكات، بل وتستفرد في بعض الانتهاكات كالانتهاكات المتعلقة بالألغام الفردية أو تجنيد الأطفال على حد سواء، والقذف والقذائف العشوائية التي تسقط على المدنيين في مناطق آهلة بالسكان كالحديدة ومحافظة ومدينة تعز على حد ما. نعم. طيب استاذ توفيق، نحن تحدثنا قبل قليل عن ما الذي تبقى من هذه الحقوق، لم يعني من هذه الانتهاكات لحقوق الانسان لم تنفذ بعد. يعني الانسان اليمني الان حاليا لا يطالب في يعني من جانب الترف بحقوق او مزيد من الحريات، انما يطالب بحقه في الحياه. كيف تعلق؟ لم يعد شيء اليوم في اليمن لم ينتهك. حتى المؤسسات التي يمكن أن تحمي حق الحياة لم تعد موجودة أو ضعيفة في حدها الأدنى، كالمؤسسات العدلية والمؤسسات الأمنية. نحن أصدرنا اليوم بيان في منظمة سام، وركزنا بدرجة أساسية حول حق المساءلة أو الحق المساءلة. بمعنى اليوم إما أن يذهب اليمنيون إلى حل سياسي، وإما أن تكون هنالك مساءلة جادة وحقيقية هي التي يمكن أن تردع الأطراف الذين ينتهكون حقوق الإنسان. من يساءل من؟ سواء هذه المساءلة ستكون على المستوى الداخلي، هنالك لجنة وطنية حالت ملفات إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي، من المفترض أن الحكومة تكون حريصة على هذا الأمر وتشرع جادة في إصلاح المؤسسات القضائية والتشريعية وتأهيلها بصورة لتبدأ بتحريك مثل هذه الملفات. وعلى المستوى الخارجي هنالك إمكانية لتحريك هذا الملف، منها توقيع الحكومة على المادة 12 من اتفاقية روما، أو المطالبة حتى بتشكيل لجنة محاكمة خاصة بالشأن اليمني، لأنه حجم الانتهاكات اليوم مروعة. وكان تقرير لجنة الخبراء الأخير الذي أحيل إلى مجلس حقوق الإنسان وقدم إحاطته أمام الاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن تحدث استنادا إلى القانون الجنائي وليس إلى القانون الدولي الإنساني، بل إلى القانون الجنائي الدولي، وطالب بإحالة ملف اليمن لمحكمة الجنايات الدولية. نعتقد أن اليوم الملف اليمني يسبب حرج كبير على المستوى الأخلاقي والسياسي، مع أن الدول اليوم تريد لهذا الملف أن يبقى مفتوحا كسوق كبير للسلاح، وبالتالي رفض خزائنها بالأموال خاصة
التي اهتزت بسبب كورونا. نعم. طيب أستاذ توفيق، أنت في مقدمة الحديث معك بدأت بالتهنئة للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وأنهم حولوا هذه الحرب وهذه الانتهاكات في الداخل في بلادنا من حرب منسية إلى حاضر في أروقة الأمم المتحدة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن حاليا، هل هناك حضور قوي للموضوع اليمني في أروقة الأمم المتحدة؟ ثم بعد ذلك بالتالي ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذه الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بلادنا؟ وبلا شك اليوم الملف اليمني حاضر سواء على مستوى أروقة الأمم المتحدة أو حاضر حتى على المستوى السياسي، حتى على مستوى الجدل الذي رأيناه مؤخرا في الانتخابات الأمريكية، ورأينا كان هنالك إصرار من حكومة ترامب على إدراك جماعة الحوثي ضمن جماعات القائمة الإرهابية، إلا عدلت بسبب ضغوط معينة إلى جماعة ذات خطر خاص يعني، لكن هي موجودة. يبقى اليوم أنه العالم لن يتولى زمام الأمور بدلا عنا، نحتاج إلى دبلوماسية فاعلة، نحتاج إلى حركة حقوقية نشطة، إلى تمتين هذا الملف من فنيين حقوقيين، وأيضا إدراك التوازنات في هذا الأمر. مثلا قضايا إيجاد وزارة لحقوق الإنسان، لماذا لا تكون هنالك هيئة مستقلة؟ لأنه اليوم ينظر إلى الوزارة كأنها تمثل الجانب الحكومي، نحن اليوم يجب أن ندير هذا الملف بنوع من الحرفية وبلغة حقوقية عالية تخاطب المجتمع الدولي. نحن بحاجة حقيقة إلى إعادة النظر في دور السفارات، حتى اليوم نحن لأننا في حالة حرب. نعم. اليوم السفارات ماذا سيكون دورها؟ اليوم ليس هنالك دور اقتصادي ولا دور آخر، هنالك اليوم حالة حرب، يجب أن توصل الحالة اليمنية، حالة الانتهاكات، تعريف إعادة تعريف القضية اليمنية وفق ما يحدث في الداخل، بحيث نضغط أكثر على صورة المجتمع أمام المجتمع الدولي. لأنه اليوم إذا لم تصل هذه القضية من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل حقوقيين متخصصين في هذا الجانب، فإن الطرف الآخر يعمل بحرفية أخرى ويحاول أن يحول هذه القضية من قضية حقوقية إلى قضية إنسانية، كما رأينا اليوم أوقفت معركة الحديدة لدافع إنساني، وأوقفت تصنيف جماعة الحوثي لدوافع إنسانية أيضا. نعم. إذن الأستاذ توفيق الحميدي المحامي والناشط الحقوقي وكذلك رئيس منظمة سامي للحقوق الحرية، شكرا جزيلا لك.